هقول لك على حاجه احنا نعرف نعمل كل حاجه. انت اول بس ايه هقول لك ما انا ما اقدرش النهارده اطلع اقول عند ما ياتي المساء هتخبط بفازه في وشي مش كده ولا قلت حب ايه؟ ماشي بالظبط قلت حب ايه وانتقدت فيها بس نجحت بس نجحت انت تغنى في الافراح دلوقتي بس كده المهم ان انت مش جديد على الحكايه. لا بالعكس ده احنا يعني لا احنا قدام موجودين من افلامنا المهرجانات احنا موجودين من الافلام لسه قلت لك موجودين من الافلام فمش جديد ان احنا هنغني فاهم قصدي يعني مش جديد لا طبعا فيه. مش جديد ولا حاجه الافلام موجوده لحد دلوقتي فيها الاغاني والناس بتقعد تغني الاغاني لحد دلوقتي وموجوده على اليوتيوب من سنين الاغاني موجوده بتاعتي صوتي موجود على السوشيال ميديا من بدري قوي يعني مش جديد عليا لذلك لما نزلت انا ولا كان في دماغي السؤال ده خالص مش بتاعي ممكن تنزل حفلات زي محمد رمضان وزي مش عارف مين وزي مين لا لا زي ما كشفوش. لا ما اقدرش ازاي ما اعرفش الحفله 5 مليون كده اتنين هات لنا حفلتين